جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يرفضون إذا ما تقدموا لخطبة فتاة، من هم شيخ صالح غير هذا الذي لا يحافظ على الصلاة مع جماعة؟ الذي يرفض هو الذي ليس كفؤا للمرأة، لأنه ناقص في دينه أو ناقص في مروءته وأمانته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالذي ليس متمسكا بدينه، بل هو مفرط في دينه ومضيع لبعض الواجبات أو مرتكب لبعض المحرمات ومصر على ذلك، هذا ليس كفؤا للمرأة المسلمة. وكذلك سيء الخلق الذي يسيء إلى المرأة ويعاملها معاملة قاسية سيئة، هذا ليس كفؤا للمرأة. نعم.